كيف تتعامل مع شخص مصاب بكوفيد-19 في المنزل؟ يجب اختيار شخص واحد من العائلة ذي معدل خطورة منخفض لرعاية المصاب، توفير غرفة وأدوات منفصلة مع تهوية جيدة للغرفة وتمنع الزيارات، ارتداء كمامات لكل أفراد العائلة، يجب تطهير الأيدي والأسطح، توفير راحة كاملة للمصاب مع سوائل وتغذية جيدة، إعطاء خافض للحرارة ومسكن عند الحاجة. يجب مراقبة الأعراض والاستعانة بطبيب في حال اشتدت الأعراض. متى تنتهي العزلة للمصاب؟ عند مرور 7 أيام على الأقل منذ بداية المرض، أو مرور 72 ساعة في الأقل منذ الحمى الأخيرة. الإحصاءات تظهر درجة وقاية عالية من جراء التحصين باللقاحات. اللقاحات قللت من انتقال كورونا بنسبة 60%. الوفاة من الإصابة بكوفيد-19 نادرة بين من تلقوا اللقاح بشكل كامل. اللقاحات تساعد على إنقاذ أرواح ملايين البشر كل يوم بحسب منظمة الصحة العالمية.